شكرا لحضرتك. يعني نتمنى أن تعود لأمتنا العربية هذه الروح مرة أخرى، وأننا فعلا نكون هذا المجتمع وهذا العالم العربي اللي يستحق أننا نفخر به دائما. سيرة اللواء، يعني إحنا ولادنا وشبابنا ما أقدرش أقول عنهم أن هم غير مثقفين، بالعكس الثقافة موجودة والتعليم موجود واللغة موجودة، وبالتالي لما بيروحوا ويتعرضوا إلى الأكاذيب اللي بتبقى موجودة عندنا في أماكن مختلفة من العالم ما بنكونش مزودينهم بالمعلومات الكافية إيه الردود اللي ممكن يستخدموها لما يواجهوا بمثل هذه الأكاذيب، نديهم إيه في إيديهم يردوا بيه. هو الحقيقة السؤال، معنى كلامك أستاذ أسامة إن في سؤال بيتردد، وده من زمان الحقيقة، بخصوص نتيجة حرب 73. السؤال ده بيجي من قسم كبير بهدف الاطمئنان أو الاستفسار، وده شيء مطلوب، ولكن في جزء أحيانا قد يكون بهدف التشكيك أو التشفي. أنا هجاوب وأرجو إن الإجابة تغطي النقطتين دول. وإجابتي لن أتعرض فيها إلى وجهة النظر المصرية. هترك وجهة النظر المصرية للجغرافيا والتاريخ والواقع يتكلموا عنها. أما هستند على بعض الأسس البسيطة في الاستراتيجية والسياسة، ثم الجانب الإسرائيلي هيديني الإجابة. من المعروف أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الحرب في نهاية المطاف أنها توفر الظروف المناسبة والمناخ المناسب لتستغل القوة السياسية إما لتدعيم أو استكمال أو تطوير واستغلال ما تحقق بالقوة العسكرية. من العلوم الاستراتيجية والعسكرية بقول إن المعيار الجوهري الوحيد لقياس النصر أو الهزيمة هو مدى تحقيق الحرب للهدف أو الأهداف اللي من أجلها قامت الحرب. إذا تحقق الهدف يبقى هتحقق نصر، لم يتحقق الهدف مهما كانت القوة ومهما كانت التكلفة والخسائر، إذن لا يوجد جدوى للقوة من وجهة هذه النظر. أنتقل إلى الجانب الإسرائيلي. الجنرال حييم هيرتزوغ، ده كان رئيس استخبارات العسكرية إسرائيلي سابق، عمل كتاب أو كتب كتاب عن حرب 73، من ضمن ما جاء فيه الآتي: أن الجيش الإسرائيلي في 67 حقق نصر مذهل، ودي حقيقة، ولكن بيكمل بقى: ولكن تم ارتكاب العديد من الأخطاء العسكرية في تلك الحرب، ولكن النصر غطى على هذه الأخطاء ولم يتم الالتفات إليها. أنا بعقب بقول المنتصر لا يحاكم قادته، يبقى دي القاعدة الأولانية. أنتقل من هذه القاعدة إلى آخر حاجة حدثت في الحرب الإسرائيلية، وهي لجنة أجرانات. دي لجنة قضائية برئاسة قاضي المحكمة العليا واثنين قضاة واثنين رؤساء أركان سابقين، هم اللي حطوا أو أسسوا نظرية الأمن الإسرائيلية على مر التاريخ. قرار التشكيل كان في 18/11/73، تاني 18/11/73، وتشكلت نتيجة الضغط الشعبي على الحكومة لشعور الشعب والمجتمع الإسرائيلي بالنتيجة الثقيلة من حرب 73 في شهر 18 لحد شهر 11. دلالة التوقيت: واحد، إن تم تشكيل اللجنة نقول في الوقت الحي، والحقيقة موجودة قائمة
مش بعد 30 سنة ولا 50 سنة، الأحداث قائمة على أرض الواقع، واللي قاموا بيها سلباً أو إيجاباً موجودين بالفعل. أدي الدلالة رقم واحد. الدلالة رقم اثنين، الحرب لم تنتهي. والقوات المصرية في ذلك التوقيت موجودة على امتداد القناة، شرق القناة، والقوات المصرية غرب القناة محاصرة القوات المصرية غرب القناة، وتم اتخاذ الأوضاع لتنفيذ الخطة شامل اللي هي كانت تعني تصفية الثغرة حالة عدم حل الموضوع سياسيا. مدينة السويس صامدة ولم يتمكن أحد من دخولها. في اللجنة دي تم التحقيق مع 73 مسؤول عسكري وسياسي، وفيهم 87 شاهد عسكري من اللي حضروا الحرب على كل الجبهات وكل المستويات أدلوا بأقوالهم. الحقيقة حصلت في اللجنة، تم عقد 147 جلسة. أشير إلى الآتي: في هذا التوقيت رئيس الأركان هو القائد العام للقوات الإسرائيلية، وهو مسؤول عن تأمين قواته شرق القناة أو غرب القناة. اثنين، مسؤول عن توجيه محادثات فض الاشتباك اللي كانت شغالة في التوقيت ده ليؤمن أوضاع قواته شرقاً وغرباً، ويؤمن أوضاع إسرائيل سياسياً وعسكرياً في أي محادثات جارية. فكان يدير هذا العملية، وفي نفس الوقت هو تحت التحقيق. الإعلام الإسرائيلي تناول هذه اللجنة في البداية باستخدام ثلاث مصطلحات. أولاً استخدم مصطلح الهزيمة، ثم بعد كده تحول إلى مصطلح الفشل، ثم أخيراً تم تبني مصطلح التقصير، وتقرير اللجنة طلعت بتوجيه الاتهام إلى تقصير كل من في كذا وكذا وكذا. رئيس الأركان لما عرف بتشكيل اللجنة وقبل ما يخضع للجنة وطبقاً لما جاء في مذكراته، توجه إلى رئيس الوزراء واتكلم معاها كلام كتير. أنا هاخد سطر أو سطرين. قال لها: دعونا أولاً نحقق مع أنفسنا، سنتعرف على أسباب الهزيمة. لا تطالبوا برؤوس قادة الجيش الآن. الجيش لم يفق من صدمته. ليس هذا الجيش جيشكم، ليس لديكم أفضل منه، أنتم في حاجة إليه الآن. إن فعلتم، يعني إذا عملتوا اللجنة، فأنتم كده هذا هو الخطأ والتقصير. ده كان رد فعل رئيس الأركان. الجنرال شارون بعد ما خلصت اللجنة إجراءاتها وبرضه في مذكراته قال: لقد أجادت اللجنة في تحليل أسباب الفشل. في نفس الصفحة إن الجسر الأمريكي أنقذ إسرائيل من الكارثة. اللجنة في النهاية طلع قرارها إقالة رئيس الأركان، رئيس الاستخبارات، قائد المنطقة الجنوبية اللي هو على الجبهة المصرية، وده تم تنحيته يوم 9 ثالث يوم الحرب، ولكن استمر في مكانه لظروف معنوية وجابوا حد يقود المنطقة. برأت رئيسة الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع موشي ديان لأسباب سياسية تتعلق أساساً بالمكانة اللي موجودة في المجتمع الإسرائيلي واليهودي اليوم، ولكن الشعب لم يتقبل هذه النتيجة. صار الشعب وبعد كده رئيسة الحكومة ووزير الدفاع قدموا استقالتهم نتيجة أن الشعب رفض استمرارهم. أنا بختم وبقول بعقب كالآتي: واحد، المنتصر لا يحاكم القادة. الشعب المنتصر لا يقيل الحكومة ووزير الدفاع. الجيش المنتصر لا يتخلى عن الأرض التي اكتسبها. آخر حاجة أختم بيها إن مناحم بيجن في سنة 68 كان رئيس حزب الليكود وقال مقولة شهيرة جدا. قال: لقد أصبحت سيناء جزء عضوي من إسرائيل.